مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم قبل 48 ساعه من لقب جديد وبطوله جديده بيسعى الاهلي لتحقيقها في موسم باذن الله اكثر من ناجح. اهدافنا كتير وبطولاتنا اللي جايه ان شاء الله كتير جدا، والاهلي وبيراميدز في الاخر هم اللي هيلعبوا في مباراه السوبر كواليس. وصول بعثتنا وبرنامج مستر كولر للتحضير لمباراه الجمعه ان شاء الله في مواجهة بيراميدز على كاس السوبر المصري هتكون حاضرة معانا في حلقتنا النهاردة. كل الكواليس، كل المتابعة، كل الأخبار هتتابعوها معانا في السادسة. قبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل في التفاصيل. يعني تقريبا كل المحترفين كتبوا تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، وكتير وأسماء الحقيقة ما زالت عايشة معانا لغاية النهاردة ما نقدرش أبدا ننساها بسبب تألقهم بالفانيلا الحمر. خليني قبل ما اتابع رحله ابو ظبي وكواليس ماتش الجمعه خلاص اللي اتحدد بشكل نهائي بين الاهلي وبيراميدز، خليني اقف مع حضراتكم مع الازمه اللي ملهاش لازمه. يعني طبعا انا لا يعنيني ولن اتطرق من قريب او من بعيد لفكره هو ليه الزمالك انسحب، يعني ده شيء يخصهم او يخص صانع القرار، هم يتحملوا المسؤوليه امام التاريخ ويتحملوا المسؤوليه امام الجماهير. وان كان حتى انا ما هو يعني خلينا نتفق برضو كل واحد هيلاقي في محيطه قريب زملكاوي، جار زملكاوي، صاحب زملكاوي، هم الزملكاويه المحترمين موجودين واغلبهم الحقيقه جمهور محترم، جمهور وافي على فكره، بتتكلم معاه وبتسمع اراءه وتختلف بقى وجهات النظر. في النهايه كلها مجرد اراء، يعني في ناس تقول لك انسحب بسبب كهرباء، في ناس تقول لك لا ده والله انسحب بسبب قضيه العزل، في ناس تقول لك لا ده انسحب عشان خايف يواجه الاهلي في التوقيت ده وهو الموسم بتاعه يعني مش في افضل احواله، خرج من كل البطولات، كل البطولات اللي شارك فيها خرج. طب بالعكس بقول لهم حتى ده كان في امل يبقى في لقب في بدل ما الموسم يطلع كده رصيد صفر، لكن في النهايه مش بتاعتي، ما تخصنيش ولا تعنيني من قريب او من بعيد. والاهلي حقق اللقب على حساب الزمالك، الاهلي حقق اللقب على حساب بيراميدز او على اي فريق تاني ما تفرقش معايا، انا اللي يهمني في النهايه انه الاهلي حقق اللقب. لكن اللي يعنيني بقى او يعنيني جدا هو فكره التضليل، لانه احنا للاسف الشديد في زمن اصبح فيه الكذب والافك والبهتان والزور والتضليل اسلوب حياه. عند ناس صاحيه نايمه شاربه واكله طول النهار بتمارس ده طول النهار، عندها فن قلب الحقائق في محاوله انا بالنسبه لي مكشوفه لتضليل جماهيرها وابعادهم او تشتتهم عن حاله الفشل الزريع اللي بتمر بيها المنظومه دي باكملها، حاله فشل زريع ومستمر على كل المستويات، ومحاوله قلب الحقائق ومحاوله ايهام البعض او الكل انه الاهلي نادي بيتم مجاملته عشان يفوز بالبطولات. طيب ما تيجي كده يا مؤمن نحسبها بالورقه والقلم. الاهلي طول عمره طول عمره بيلعب على ثلاث مستويات، بيلعب على مستوى محلي وبيلعب على مستوى قاري وبيلعب على مستوى عالمي. يعني بيشارك في بطولات بينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، اكبر مؤسسه على سطح الكوكب مسؤول عن تنظيم بطولات، مسؤول عن رياضة كرة القدم كلها، ده الفيفا. وبيلعب على المستوى القاري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي الكاف المسؤول عن تنظيم المسابقات القارية، وبيلعب طبعا في مصر تحت الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب أنا يعني همشي مع الأصوات اللي بتحاول انها تبرر فشلها في تحقيق اي انجاز انه الاهلي بيتجامل محليا. طب افريقيا ايه الاخبار؟ طب الناس اللي بتقول ان الاهلي بيتجامل على المستوى المحلي او انه في تفرقه في المعامله بين الانديه الاخرى وبين النادي الاهلي، على الرغم ده لا اساس له من الصحه، وان كان في نادي اتاثر او اتحرم من القاب وبطولات فهو النادي الاهلي، وممكن اجيب لكم كده التاريخ ما بيتنسيش وكله بالورقه والقلم. ومش هاخدكم لبعيد، ده انا هاخدكم لقريب، موسم واتنين فاتوا. وتعالوا نشوف الاهلي اتجامل ازاي، وتعالوا نشوف الفرق اللي قدامنا واللي كانت بتنافسنا اتجاملت ازاي. لكن في النهايه ماشي. طيب وبره الحدود ايه الاخبار؟ يعني الاهلي لما يوصل لسته نهائي من اصل سبع بطولات. الاهلي لما يتوج في اخر ثلاث مواسم ببطولتين دوري ابطال وبطولتين سوبر افريقي.
واحد على نهضة بركان وواحد على الرجاء المغربي، ونسخة دوري أبطال على حساب الزمالك ونسخة دوري أبطال على حساب كايزر تشيفز. طيب الأهلي لما يلعب مع الفيفا بطولات فيها كبار العالم، الأهلي لما يكسب بالميراس ويكسب الدحيل ويكسب الهلال ويكسب مونتري ويكسب سياتل ساوندرز، مين اللي بيجامل مين؟ وليه الأهلي يحتاج بعد كل الإنجازات دي طولا وعرضا شرقا وغربا شمالا وجنوبا يحتاج لحد يجامله في مسابقات أنا آسف يعني الأهلي يغرد فيها منفردا؟ ولا أنتم مش واخدين بالكم؟ يعني أنتم مش واخدين بالكم أنه الموسم ده مثلا على سبيل المثال الأهلي الوحيد، الفريق المصري الوحيد اللي وصل ومكمل المشوار في ده في بطولة أفريقية؟ الأهلي الموسم ده هو النادي الوحيد اللي محقق لقبين، منهم لقب كاس ومنهم لقب سوبر مصري، وبالمناسبة السوبر المصري كان على حساب الزمالك والكاس كان على حساب بيراميدز، لأن هم دول الأصوات اللي بيتكلموا دايما على فكرة التفرقة في المعاملة. على الرغم من أنه أجندة النادي الأهلي هي الأكثر ازدحاما بالمباريات والأكثر مشاركة في البطولات والأكثر على مستوى صعوبة المنافسة، يعني أنتوا في النهاية بتنافسوا في كونفدرالية، بتنافسوا في دور مجموعات في دوري أبطال، دي الحدود. الأهلي بقى بيلعب كأس عالم وبيلعب سوبر وبيكمل في دوري الأبطال. عدد مباريات النادي الأهلي في كل موسم تفوق على الأقل 10 مباريات عن كل الأندية اللي بتنافسوا في مصر. على أقل تقدير 10 ماتشات بيلعبهم الأهلي زيادة على مستويات أو مع مستويات أعلى بكتير جدا من المستويات اللي موجودة هنا في مصر. ومع ذلك قدرته على الإنجاز مستمر. أقل عدد صفقات قام بيها النادي الأهلي، أنت ابتديت الموسم ده بثلاث صفقات. وبالمناسبة عشان بس نقفل موضوع السكواد والصفقات وإلى آخره، وإنه الأهلي بياخد نجوم مش حقيقي على الإطلاق، وأغلب المحللين ما بيقولوش على الأهلي إنه أفضل سكواد في مصر. أغلب المحللين بيقولوا إنه الأهلي سكواد عادي. في ناس بتشوف الزمالك كان أفضل سكواد، الأهلي خد دوري ابطال افريقيا، عشان بس ما تروجوش اشاعات وتصدقوها انتوا شخصيا، وانتوا بتكذبوا على جماهيركم بتصدقوا الكذبه وتقولوها وانتوا مقتنعين انها حقيقه. الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا في وجود العتاوله اللي انتوا بتقولوا عليهم عتاوله الزمالك، ساسي وطارق حامد وبن شرقي وزيزو وشيكابالا، مش الناس دي اللي كانت موجوده في نهائي دوري الابطال؟ وخدنا دوري الابطال على حساب الزمالك. يبقى مين النادي اللي بيفرغ الأندية من النجوم؟ ومصطفى محمد كان معاهم كمان. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان باطل. وللأسف هم دول اللي في صدارة المشهد، للأسف الشديد. اوعى تفتكر ان اللي حاصل ده مسؤولية شخص واحد، يمكن يكون في صدارة المشهد لكن الناس اللي ساكته والناس اللي منبطحه والناس اللي مستفيده من ورا ده كتير، وهم دول سبب الازمات. والناس اللي ساكته، الناس المحترمه، الرموز اللي بتخاف من التعرض للاساءه اللي بقت يوم ورا يوم سيناريو ومسلسل عايشين فيه طول النهار. عزيزي المؤمن اسال نفسك كده، السنه فيها كام يوم؟ 365 يوم في السنه. عد الأيام اللي ما حسيتش فيها أو سمعت عنها أو شفت فيها أزمات في كرة القدم المصرية، صراعات في كرة القدم المصرية، إشاعات في كرة القدم المصرية، قضايا في مختلف المحاكم في كرة القدم المصرية. واسأل عن اسأل كده بمنتهى الوضوح سؤال بسيط جدا، هو إيه حجم الإنجاز اللي يتناسب مع حالة الأزمات المستمرة ومسلسل الأزمات المتكررة اللي بنعيشه كل يوم؟ مين بيحقق إيه؟ ومين بيوصل لإيه؟ بجد والله يعني أنا عايز أعرف حالة الصداع المستمرة طول النهار وأزمات وشكاوى ولجان وقضايا في المحاكم وشكاوى في اتحاد الكورة وشكاوى رابطة الأندية وهنصعد للفيفا وهنصعد للاتحاد الأفريقي. أيوه ليه؟ بتعملوا إيه؟ بتحققوا إيه يعني؟ ليه؟ عايزين تعملوا كده ليه؟ مستمرين في المسلسل ده ليه؟ عشان تداروا على فشلكم؟ على الإخفاقات المتتالية مثلا؟ وارد.
وما عنديش تبرير منطقي ممكن يكون اكتر من كده، لكن ده لا يعنيني من قريب ولا من بعيد. كل واحد يبص في كراسته، انا اللي يعنيني النادي الاهلي. فكره انك انت تحاول تضلل للراي العام او تحاول توصل او تزرع او ترسخ فكره مبدا المظلوميه والاضطهاد وانه نجاحات الاهلي نتيجه مجاملات، هو ده اللي يعنيني. وهو امر انت شخصيا، انا مش بكلم شخص معين، انا بكلم صاحب الفكر ده او المنهج ده، انت شخصيا تعلم انه لا اساس له من الصحه. في ناس بتصدق هي حره، لكن انا بكلم الاشخاص اللي عندهم قدره على التمييز، اللي عندهم قدره على الفهم، اللي عندهم قدره على ان هم يشوفوا المنطق في الامور. هل الاهلي محتاج لمجامله محليا عشان ياخد لقب حقيقي بجد؟ بعبع افريقيا محتاج يتجامل عشان ياخد دوري ولا كاس؟ سيد اسياد القاره اللي مشرفها في بطولات عالميه مع كبار العالم، حتى الماتشات التي لم يوفق فيها امام الكبار نال فيها اشاده عالميه. النادي الاهلي اللي محل تقدير واحترام من كل انديه افريقيا، محتاج لمجامله عشان يكسب كاس ولا دوري؟ محتاج لمجامله عشان يشارك لعيب او ما يشاركش؟ مع العلم انه الحقيقه في اطار الاصول والقواعد الاخلاقيه والقواعد القانونيه، الاهلي لم يتجاوز في اي مره من المرات على مستوى اي من مسؤوليه في حق اي حد. بالعكس، معظم قيادات، كل قيادات النادي الاهلي الحقيقه بتلتزم الصمت في اوقات جمهور الاهلي نفسه بيطالبهم ان هم يردوا. ومع ذلك احتراما لقيم والمبادئ النادي الاهلي، الناس بتعف الحقيقه لسانها عن انها تنزل للمستوى ده. ويمكن هم على يقين، وانا بتكلم على المسؤولين في النادي الاهلي على كل المستويات، على يقين تام ان هم كل ما ارتقوا، كل ما طلعوا لفوق، كل ما بان الواطي اللي تحت، كل ما بانت حاله التدني الشديده جدا اللي حاصله وبنشوفها وبنتابعها في مسلسل يومي متكرر. معلش انا يمكن طولت شويه، لكن يمكن ده على هامش ال 48 ساعه الاخيره وما اثير حول فكره اسباب الانسحاب ومحاوله تضليل الراي ومحاوله قلب الحقائق والامور. طيب خلينا نروح للاخبار. طبعا النهارده يعتبر اول ايام الاهلي الفعليه في ابو ظبي، استعدادا طبعا لمباراه السوبر اللي هتكون مع بيراميدز يوم الجمعه. النهارده هيكون تمرين مسائي، هيبتدي الساعه 8 في توقيت بتوقيت الامارات على ملعب الكريكات في ابو ظبي. زي ما حضراتكم شايفين بعثه طبعا وصلت بالسلامه لابو ظبي امبارح. كان في تمرينه خفيفه بالليل، البعثه بيترأسها دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ووصلت بعد رحله طيران استمرت حوالي 3 ساعات من هنا من مطار القاهره، يعني مطار ابو ظبي. واليومين دول او 48 ساعه هي اللمسات الاخيره قبل مواجهه بيراميدز المجروح او الجريح. يعني بيراميدز الحقيقه، وده يمكن يصعب من 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 المباراه شويه ويديها جزء من الـ يعني الاثاره او جزء من المتعه. ان شاء الله هتكون مباراه مشرفه للكره المصريه. بيراميدز فرقه محترمه، ما عندوش غيابات كثيره جدا. يمكن الغياب الوحيد او خليني اقول الغيابين المؤثرين على بيراميدز هيكونوا عبد الله السعيد واسامه جلال. دول التغييرين اللي ممكن تقول، او العناصر اللي كانت بتشارك بشكل اساسي مع بيراميدز في الفتره الاخيره، لكنه فريق جريح بكل ما تحمله الكلمه من معاني. فقد طبعا اماله في المنافسه على لقب الكونفدراليه اللي كان بيمني نفسه بعد 3 مشاركات ان هو يحقق لقبها، لكن خرج طبعا من دور الثمانيه وخرج من بطوله كاس مصر بعد خسارته من النادي الاهلي في نهائي الكاس. وبالتالي يعني بطوله طبعا اعتقد انه الناس كانوا من الذكاء الشديد على فكره، تعاملوا بشكل فيه ذكاء شديد جدا مع الازمه واستفادوا. حقيقه استفادوا بفرصه، هي فرصه 50-50. هم كان الرهان على فكره انه وليه لا، دولاب ما فيهوش اي لقب، ما فيهوش اي بطوله، وجاي لنا فرصه من مباراه واحده ممكن نحقق اول بطوله في التاريخ. فقال لك واي نوت، يلا بينا، احنا جايين وراكبين الطياره وطالعين على ابو ظبي. وقد كان لاعيبه الفريق الاول في النادي خضعوا لجلسات استشفائيه كده في فندق الاقامه عشان يتخلصوا طبعا، كان الله في عونهم. انت بتتكلم على مغرب، ابو ظبي، وبعد كده تونس، يعني مكوك بيلف الكوكب يعني. وقبلها كاس عالم في المغرب، وقبلها ماتشات في جنوب افريقيا، وماتشات في السودان، وماتشات في الكاميرون. فانت متخيل حجم رحلات السفر بس
اللي يعني بتاخدها لعيبه النادي الاهلي طيران، عدد ساعات السفر اللي لعيبه النادي الاهلي راكبه فيها طياره قد ايه في كل موسم، وده بالتاكيد برضو يعني نقطه لازم تاخدها في الاعتبار. يمكن مستر مارسيل كولر هيخصص فقره كمان في التدريب طبعا تحسبا لانه المباراه تمتد، انا اعرف انه وقت اصلي ثم وقت اضافي ثم ركلات ترجيح، فهيكون في فقره في التدريبه بتاعه النهارده وتدريبه بكره اكيد طبعا هيتم فيها يعني تدريب اللعيبه على فكره ركلات الترجيح من نقطه الجزاء. المباراه هتتلعب على ملعب استاذ محمد بن زايد، وزي ما قلت لحضراتكم لو انتهت بالتعادل هيبقى في وقت اضافي وركلات ترجيح عشان يتم حسم اللقب، المباراه لازم تنتهي فايز طبعا. طيب هروح، انت طبعا عندك يوم 5 اللي هو يوم الجمعه اللي جايه هتلعب مع بيراميدز في سوبر في ابو ظبي، يوم زي ما اعلن الاتحاد الافريقي يوم 12 هيكون الميعاد اللي اقره الاتحاد الافريقي لمواجهه الترجي التونسي. لغايه دلوقتي فين مش عارفين، يعني هو طبعا خدوا بالكم انه لسه ما زال التحقيق مستمر في قصه ماتش شبيبه القبائل والترجي التونسي، فبالتالي وارد جدا، ونحن شرحنا مع حضراتكم السيناريوهات الثلاثه، خليني اقولهم سريعا اللي ما يعرفش، فكره انه يتم اعاده اللقاء سيناريو وارد ولكنه ضعيف، فكره انه تلعب المباريات بدون جمهور خارج ملعب الترجي سيناريو وارد الحدوث، ولكن السيناريو الاقوى هو حرمان الترجي من جمهوره مع استمرار لعبه في ملعبه. بناء على ده هيتحدد مكان المواجهه، لكن ميعاد المواجهه هيكون ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه 12 في تونس، وبعد كده مباراه العوده ان شاء الله. بالمناسبه مباراه الذهاب هتكون 10 بتوقيتنا هنا في مصر، بعد كده ان شاء الله نرجع يوم 19 نقابل الترجي في القاهره هنا مباراه العوده، ودي برده هتكون ميعادها الساعه 10 مساء. ده جدول ماتشات الاهلي في الاسبوعين القادمين. خليني اروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل حلقتي. تابع مع حضراتكم اخبار نجومنا المحترفين في الخارج، فقره كل يوم اربع، فقره الجي بي اس. خلينا نشوف جوله طبعا مع موسم قرب على الانتهاء، هو بره طبعا الموسم بيخلص في توقيت تاني مختلف تماما عن عندنا، ما زلنا في الدايلما دي ومش عارفين هنعمل ايه. خلينا نبدا من ليفربول، نجمنا محمد صلاح اللي طبعا ما كانش موسم موفق، وتقريبا تقدر تقول انه معظم فرق نجومنا المحترفين في الخارج ما كانش موسم موفق، موسم مش الافضل يعني. صلاح شارك في فوز فريقه طبعا مباراه كانت مهمه جدا على توتنهام بنتيجه 4-3 في الدوري، شارك لمده 90 دقيقه وكان ليه نصيب في تسجيل واحد من اهداف الليفر على حساب سبيرز، محاولاته على المرمى 3، كان ليه 8 مراوغات نجح في 3 منهم، تمريراته 39 تمريره بنسبه دقه 92%، وكورتين يعني الكره الطوليه 2 بنسبه نجاح 100%، خسر الكره 15 مره وتقييمه في المباراه دي كان 7.2 درجه، والقيمه التسويقيه لصلاح اللي كانت في بدايه الموسم 80 مليون يورو وصلت ل 70 مليون يورو. ليفربول حاليا بيحتل المركز الخامس برصيد 56 نقطه، والمباراه للفريق اللي جايه هتبقى امام فولهام. ده محمد صلاح. سام مورسي لاعب ابسوتش تاون الانجليزي. سام شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي فاز فيها على اكس سيتي بنتيجه 6-0 في الليج 1، مده مشاركته كانت حوالي 90 دقيقه، صنع هدف من الاهداف السته لفريقه، تمريراته 71 تمريره بنسبه دقه 80%، وكراته الطوليه 9 نجح في واحده بس منهم، التحامات الارضيه 4 كسب منهم 3، وخسر الكره 17 مره، وتقييم سام في المباراه دي كان 7.2 درجه، والقيمه التسويقيه ليه مليون يورو. وابسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثاني في ليج 1 برصيد 97 نقطه، وبالفعل صعد للدوري الانجليزي في الدرجه الاولى اللي هي الشامبيونشيب. فرنسا، نونت الفرنسي مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر. مصطفى محمد شارك في المباراة الأخيرة اللي خسر فيها نونت أمام تولوز بنتيجة 5-1، والمباراة دي كانت في نهائي كأس فرنسا، مدة مشاركة مصطفى كانت 90 دقيقة، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، تمريرات 11
بنسبه نجاح 55%، ولمس الكره 24 مره، والتحامات هوائيه 3 نجح فيهم بنسبه 100%. تقييمه في المباراه 6.4 درجه، والقيمه التسويقيه لمصطفى وصلت ل 6 مليون يورو. والمباراه المقبله لفريق نونت هتكون امام بريست في الدوري الفرنسي ليج ان. تركيا، والبدايه مع تريزيجيه لاعب ترابزونسبور طبعا التركي، واللي شارك في المباراه الاخيره وللاسف اتهزم فيها ترابزونسبور امام فريق كونيا سبور بنتيجه 1-0 اعتقد كانت، او 2-1. مده المشاركه كانت لمده 80 دقيقه. محمود حسن تريزيجيه كان صاحب بصمه مهمه في المباراه، صنع هدف فريقه ولمس الكره 53 مرة، تمريراته 29 تمريرة بنسبة نجاح أو دقة 93%، صناعة فرص مؤكدة مرة واحدة، وخسر الكرة 9 مرات، وتقييمه في المباراة 7 درجات، والقيمة التسويقية لتريزيجيه وصلت ل 10.5 مليون يورو. وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز الثامن برصيد 45 نقطة، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري التركي. والمباراة المقبلة للفريق هتبقى أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي. أحمد حسن كوكا، المحترف المصري في الدوري التركي وتحديدا في فريق كونيا سبور، ألانيا سبور أنا آسف. كوكا شارك في فوز فريقه في مباراته الأخيرة على عمراني سبور بنتيجة 1-0، ومدة المشاركة كانت 79 دقيقة، وأحرز هدف المباراة الوحيد والهدف اللي مكن فرقته من الفوز بالثلاث نقاط. لمس الكرة 26 مرة، التمريرات 17 بنسبة دقة 65%، التمريرات الطولية 3 بنسبة دقة 100%، والتحاماته الهوائية 9 نجح في 4 منها. تقييمه في المباراة 7.3 درجة، والقيمة التسويقية لأحمد حسن كوكا بتصل ل 3 مليون يورو. ألانيا سبور حاليا بيحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة، والمباراة المقبلة أمام أدانا سبور. من تركيا هنروح للسعودية، طبعا نجومنا المحترفين في السعودية طارق حامد وأحمد حجازي في اتحاد جد. البداية مع طارق حامد، واخدين بالكم ان رونالدو ما عملش حاجة على كل الأحوال، لكن الحقيقة هو أضاف، خلينا نتفق انه أضاف للدوري السعودي، لكن مش بحجم إضافة طارق حامد وأحمد حجازي مع الاتحاد الحقيقة العميد. طارق شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي فاز فيها على الشباب في الدوري، ومدة مشاركته كانت 90 دقيقة، تمريراته 35 بنسبة دقة 77%، والتمريرات المفتاحية تمريرة وحيدة، التحامات الأرضية 6 نجح في 4 منهم، وارتكاب الأخطاء 2، وتقييمه في المباراة 6.9 درجة، والقيمة التسويقية لطارق بتصل ل 600 ألف يورو. حجازي قائد منتخب مصر وقائد اتحاد جدة، أحمد حجازي شارك في المباراة الأخيرة لمدة 90 دقيقة وأفسد مباراة الشباب طبعا، ونجح في إفساد 5 هجمات للمنافس، وتسبب في ضربة جزاء أيضا للمنافس. تمريراته في المباراة 29 تمريرة بنسبة دقة 76%، التمريرات الطولية 9 بنسبة نجاح 33% تقريبا، أو 3 تمريرات تحديدا، والتقييم 6.4 درجة، والقيمة التسويقية لحجازي بتصل ل 2.5 مليون يورو. واتحاد جدة حاليا بيحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، والمباراة المقبلة للفريق هتكون أمام التعاون في الدوري. طبعا إمام عاشور نتمنى له ألف سلامة، الموسم بالنسبة له زي ما أعلن مسؤولين في ميتلاند الدنماركي إنه الموسم بالنسبة له شبه انتهى، ومفترض إن هو يجي مصر هنا يتابع أو يتحط له البرنامج العلاجي لإصابته التي لم يوضح المسؤولين في فريق ميتلاند طبيعتها. خلينا نروح لإيطاليا، وهو موسم ناجح للكرة الإيطالية، واللي كانوا بيراهنوا على نجاح نابولي في الوصول للمباراة النهائية طبعا باد لك، لأنه فريق مقدم عروض ولا أروع وما كانش يستحق أبدا أنه يخرج من البطولة، لكن ميلان بشخصيته وبشخصية البطل قدر يتفوق على نابولي ويقسيه من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال. لكن ده ما ينكرش أو ما ينفيش أن الكرة الإيطالية قدمت موسم رائع، والأهم هو تواجد ناديين إيطاليين في دور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال. عندنا كلاش في الناحية الثانية، عن هو مش كلاش، هو نهائي مبكر، الريال في مواجهة السيتي، طبعا الفريق اللي هيفوز منهم هو هتكون حظوظه أكبر في التتويج باللقب، وإن كانت الكرة دايما عودتنا على المفاجآت، لكن الناحية الثانية
عندنا مواجهة كلاسيكية، كلاسيكو إيطالي ما بين الإنتر والميلان في الدور نصف النهائي. وما ننكرش حتى كمان أنه على مستوى المنافسة في الكالتشو الإيطالي الدنيا اتغيرت والخريطة اتغيرت، ونابولي يمكن ولاتسيو متصدرين المشهد بشكل كبير. نابولي طبعا في صدارة الترتيب واقترب بشكل كبير جدا من حسم اللقب، لكن نقدر نقول أن ابتعاد الكبار الإنتر، الميلان، روما، اليوفي ادى فرصه كبيره جدا لتالق وتوهج نابولي ولاتسيو. معنا واحد من نجوم لاتسيو السابقين وايضا كان نجم طبعا في كييفو فيرونا، فابيو فيرماني هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا في السادسه. اهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا شكرا على الاستضافه. يعني خليني ابدا معاك بلاتسيو، ازاي بتشوف فريق لاتسيو الموسم الحالي، ومن وجهه نظرك ايه السبب الرئيسي في تطور مستوى لاتسيو وقدرته على منافسه الكبار في ايطاليا؟ فريق لاتسيو فريق كبير، وبدا هذا الموسم بتألق رائع وتألق ملحوظ لا سيما في المباريات الأخيرة. لاعبو لاتسيو لاعبون من اللاعبين الكبار، ولا شك أن موريتسيو ساري لعب دورا كبيرا في إحياء الفريق من جديد بعد أن غاب الفريق فترات طويلة. ظهر من جديد في الصدارة وينافس على الدوري الإيطالي، فقد لعب الفريق 32 مباراة، فاز فيها ب 18 مباراة وخسر 7 مباريات، وهذا في حد ذاته إنجازا كبيرا لدينا. القصة الحقيقة يمكن كمان مش بس في تطور وظهور فرق أصبحت قريبة من تحقيق ألقاب أو المنافسة على ألقاب زي نابولي ولاتسيو، لكن بعد سيطرة دامت طويلا لليوفي يمكن شفنا عودة الميلان، عودة الإنتر، السنة دي نابولي. إيه اللي حصل في خريطة الكرة الإيطالية من وجهة نظرك؟ نعم، من وجهة نظري فريق نابولي لديه مشروع كبير وتخطيط كبير منذ فترة، كان يحاول أن يستعيد مستواه من جديد. فلا شك أن اسم نابولي تردد كثيرا وتصدر أغلفة الصحف العالمية بعدما بات قريبا من تحقيق لقب الدوري الإيطالي الغائب عن جدران المدينة. فكل منهم له خطة مختلفة. نتحدث الآن عن فريق نابولي، من قرابة 33 عاما كان غائبا عن الساحة الإيطالية، ولكن تصدر بفارق كبير الآن. ولكن في الحقيقة أنكي اليوفي عاد من جديد ليتصدر اسمه من جديد وليظهر الساحة من جديد. من وجهة نظرك وإحنا بنتكلم عن نابولي الحقيقة بعد موسم أكثر من رائع، هل تعتقد أنه حتى وإن توج نابولي وهو الأقرب طبعا للقب، هل عنده القدرة على أنه يحافظ على نجومه وأنه يسعى لتكوين فريق ينافس على الألقاب الأوروبية، وأبرزهم طبعا أوسيمين مهاجم الفريق وكفاراتسخيليا جناح الأيسر لفريق نابولي؟ نعم، بكل تأكيد أعتقد 100%، أعتقد أن نابولي سيحافظ على مستواه وسيتصدر اللقب. وكما نرى، وأنا أيضا يصيبني الفضول لمشاهدة المزيد والمزيد بما يحققه نابولي. نحن نرى موسما رائع لنابولي. كانت مفاجأة بالنسبة لكم، أو هي إيه هي ردود الأفعال في إيطاليا على خروج نابولي أمام الميلان رغم الموسم الرائع الحقيقة والتألق الملفت لمعظم نجومه وتصدره المشهد على مستوى المحلي في إيطاليا، لكنه خرج في مفاجأة من العيار الثقيل لعشاء نابولي طبعا من بطولة دوري الأبطال؟ في هذه البطولة نعم قد حققنا الكثير من المفاجآت. أعتقد أنه كان يجب القتال من أجل اللقب. يعتقد نعم، كل الفرق ظهرت من جديد، وكما نرى موريتسيو ساري وكما نرى المدربين الآخرين يسعون كلهم لإعادة الدوري الإيطالي من جديد. كما كنا ما كنا نرى المتعة إلا في الدوري الإيطالي، وقد غبنا بالفعل كما تقول، قد غبنا عن الصدارة فترة كبيرة، ولكن الآن عدنا من جديد. المشهد في بطولة دوري الأبطال مواجهة مهمة، كلاسيكو إيطالي، كلاسيكو ميلاني بين الإنتر وبين
الميلان من وجهة نظرك بتشوف المباراة ازاي، ومين الفريق اللي تتمنى وصوله او صاحب الفرص الافضل في المواجهة الإيطالية؟ ما فرصة بركي ربما يلعب الفريقين وأنا لعب معهم لفرق، لدي الأصدقاء كثير منهم، فأنا أعتقد أنهم سيكون لهم النصيب الأكبر هذا الموسم. فأنا ملائي الأول والأخير للاتسيو، لنادي لاتسيو، كما أني أيضا أحب فريق نابولي جدا، ولكن لكل منا فريقه المفضل كما نقول. فلذلك نأمل خيرا في هذا الموسم، ونتوقع الكثير من المفاجآت، وفي هذا العام ويوفي وروما فريقان كبيران لا نستطيع نكران فضل أي فريق منهم. كما نعلم أيضا أن الكرة الإيطالية ممتعة، ونعلم أن المصريين أيضا يعشقون الكرة الإيطالية. ده أكيد، أنا ما عنديش شك أنه معظم الأندية الإيطالية والدوري الإيطالي بشكل عام ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في مصر، وعشاء اليوفي والميلان والإنتر وروما ونابولي ولاتسيو كتير جدا. لكن خليني اسالك طب سؤال بشكل تاني، مين الفريقين اللي تتوقع ان هم يصلوا للمباراه النهائيه في بطوله دوري الابطال؟ سيتي في مواجهه مدريد، انتر في مواجهه الميلان. ديشامو مانشستر سيتي. أعتقد أن السيتي والإنتر سيكونان في النهائي، سيحسمان هذا. وإذا قلنا أنه وصول أو نجاح ثلاث أندية إيطالية في أن هم يصلوا ل يعني خطوات متقدمة جدا في بطولة الشامبيونز ليج، هل ده ممكن يأثر على فكرة عودة الدوري الإيطالي مرة تانية أن هو يكون جاذب لأسماء ونجوم كبار؟ يعني لسنين طويلة جدا كان الكالتشيو هو الوجهة الأولى لمعظم وأهم الأسماء في كرة القدم، هل تعتقد أنه فوز نادي إيطالي ببطولة دوري الأبطال وتألق نابولي والإنتر والميلان ممكن يرجع الدوري الإيطالي مرة تانية لسابق عهده؟ بكل تأكيد نعم، بكل تأكيد نعم. هذا ليس فوزا عاديا وليس تقدما من المعتاد أن نصنعه. بمناسبة الكلام عن توهج الفرق الإيطالية، هل تعتقد كمان يمكن منتخب الإيطالي اللي كان من قريب مش من بعيد يعني بطل اليورو وعاد للظهور مرة تانية على ساحة كرة القدم العالمية، هل تشوف ده ممكن يكون ليه تأثير إيجابي على مسيرة المنتخب الإيطالي في المسابقات أو التصفيات القادمة؟ في وقتنا هذا لا أستطيع القول بهذا، لأن الدوري الإيطالي مليء باللاعبين المحترفين، ليس فقط لاعبو إيطاليا كما كان في سنوات السابقة كانوا يحتلون الدوري الإيطالي الآن، لكن نشوف مانشيني من جديد يحاول أن يدفع بالشباب لنرى تشكيلا من جديد رائعا، لنرى فريقا يحيي نفسه من جديد. من اول ما بدات اتفرج على يعني احب رياضه كره القدم، ودايما لازم اكون بتابع او بحب نجم من نجوم الكره الايطاليه، وممكن اقول لك اكثر من 20 او 30 اسم تابعتهم وحبيتهم وعشقتهم على مدار سنين طويله جدا، من اول باولو روسي، فيالي، جان فرانكو زولا، مالديني، نيستا، فرانكو باريزي، روبرتو باجيو، دونادوني، كانافارو، وغيرهم وغيرهم من النجوم. هل بتشوف انه لما بعمل دايما مقارنه بين الاسماء العظيمه دي، طبعا ديل بييرو ما اقدرش انساه لانه كان واحد من افضل اللعيبه اللي بحبها، لما بعمل مقارنه بين الاسماء دي وبين الاسماء الموجوده في الجيل الحالي من الكره الايطاليه، بحس انه لا، في حاجه ناقصه، قدره الكره الايطاليه والانديه الايطاليه على تقديم مواهب كبيره جديده بقت مش في افضل حالاتها يعني. نعم نعم،
بكل تأكيد أنت تتحدث عن نجوم كبار، فكيف يقارن هؤلاء بهؤلاء؟ هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب آخر. أنا أقول أن الكرة أيضا ليس أيضا في الدوري البرازيلي وفي الدوري الإنجليزي أيضا اللاعبون كانوا كبار، بالعكس الآن نحاول قدر المستطاع، فمن نجده يلعب بنسبة 70 أو 80% نقول عليه ممتاز بخلاف هذا في الماضي. فابيو فيرماني، أبارك لك على نجاح وتوهج الكرة الإيطالية سواء على مستوى الدوري الإيطالي اللي استعاد جزء كبير جدا من نجاحه وبريقه ولمعانه، أو على مستوى نجاح الفرق الإيطالية في المنافسات الأوروبية. وأتمنى طبعا ليكم دائما التوفيق، كل الشكر ليك على وجودك معنا في السادسة. ده كان لقائنا مع فابيو فيرماني، طبعا نجم لاتسيو السابق، والحقيقه انه يحسب للمسابقه، يحسب للكالتشو السنه دي الحقيقه انه المنافسه بقت اكتر من رائعه. واللي بيتابع انا عارف ان في يمكن جزء مازال متمسك بحبه وانتمائه للدوري الايطالي وحريص على متابعته، عارف قد ايه انه معظم ماتشات حتى بعيدا عن المنافسه، معظم ماتشات الدوري الايطالي السنه دي فيها كوره ممتعه وفيها منافسه وفيها سخونه وفيها اثاره كبيره جدا. ونتمنى عشان الصحة ما تكونش بس للدوري الإنجليزي ومن وراء الدوري الأسباني، نشوف الكالتشو مرة تانية بيعود لنفس حالة التوهج اللي احنا شفناه وعرفناه عليها. خلينا بقى نفرد ملفاتنا ونتكلم بالتفصيل عن مواجهة الجمعة، الأهلي بيراميدز كأس السوبر المصري، مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار كابتن عمرو الحديدي، هيشرفنا في السادسة لكن بعد الفاصل. الأرقام دي على فكرة مهمة جدا للمعنيين، يعني والناس اللي بتفكر فانه ازاي انت تستفيد من انت بتتكلم على انديه كبيره جدا وبتتكلم على ارقام كبيره جدا بال15 وبال20 لعيب معارين، فايده على كل المستويات، انك انت تقدر تكتشف مواهب تفيدك فنيا فيما هو قادم يعني في المستقبل، وتقدر تطلعها بره تكتسب خبرات وتقدر تبيعها وتكسب من وراها فلوس وتشتري نجوم ثانيه وتقدر انك توظفها وتستخدمها في فريقك. والقصه دي الحقيقه ملف مهم جدا، مفترض يعني كل الانديه تفكر فيه. على كل الأحوال خلينا في موضوع، عندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة إن شاء الله، لا تقل أهمية بالمناسبة عن ماتش الترجي ذهابا وعودة. ليه بقول كده؟ لأن عشان أشرح وجهة نظري أكتر محتاج أرجع معاكم لمباراة الرجاء. مباراة الرجاء ما كانش مكسبها بس فكرة أنك أنت تواصل مشوارك في دوري الأبطال، أنك أنت تتخطى الرجاء وتوصل للدور قبل النهائي، لكن كان مكسبها كمان استعادة التوازن والثقة، وده كان مهم جدا في التوقيت ده وانت رايح على ماتشات اصعب وماتشات بطولات، وخصوصا مع حاله الهاري اللي كانت حاصله هنا في فتره دور المجموعات والخبراء اللي صدعونا فكره انه الاهلي مش هيكمل المشوار. خلينا ناخد راي نجمنا النهارده النجم الكبير كابتن عمرو حديدي، بيشرفنا في السادسه. اخر لقاء ليا معاه كان في رمضان في وقت الزوبعه دي، الزوبعه اللي هي زوبعه في فنجان يعني، وقال لي الاهلي هيكسب وهنكمل وباذن الله هناخد البطوله. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور يا ابو حميد، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. طب الصحه والسلامه. مبروك اولا طبعا الموقعه بتاعت الرجاء اللي الاهلي فيها استعاد جزء كبير من مستواه، استعاد شخصيته مره ثانيه، واعتقد انه ابهر واقنع الجميع بما فيهم طبعا اللي بره مصر. يعني انا بيهمني جدا اسمع ردود افعال بره مصر انه الاهلي قادر على حسم اللقب وانه مرشح لاول لقب دوري الابطال. اما اللي حواليك يتكلموا عنك الخارجيين باسلوب انك انت مش هتكمل من ساعه مباراه الهلال، انت مش بتسمع. الراجل في كل مؤتمر صحفي بيقول لك انا ما سمعتش، ما تكلمنيش عن القديم، كلمني عن مكسبي النهارده. وما بتكلمني عن القديم، انت مصمم انك تكلمني عن سان داونز. سان داونز خطوه مش هتتكرر تاني، ان انا بتعلم من اخطائي، فانا وارد ان انا اعرف ادير الموضوع باسلوب مختلف. الراجل على مستوى المباراه اللي هنا اشتغل بمرحلتين، مرحلة ان انا عمر مرماي ما يستقبل هدف، وفي نفس الوقت احافظ على امكانيات لعيبتي واضغط باسلوب معين وبشتغل على ثلاث محاور وثلاث مراحل على مستوى ال 90 دقيقة. اشتغل في جزء اول، اشتغل في جزء ثاني، واشتغل في جزء هجومي ايجابي مع تقفيل الثغرات اللي كانت موجودة قبل كده في لعبة النادي الاهلي. الناس كلها قالت لك ايه ده، اتنين صعب قوي، والناس مشيت في نبض الشارع والسوشيال ميديا، الاهلي هيبقى عنده صعب جدا لما يروح الرجاء وهيبقى الموضوع صعب في ملعب المركب الخامس، الموضوع صعب جدا. اللي يثبت لك ان الراجل ده عنده ثبات انفعالي، ما بيفكرش بالاسلوب اللي بيفكر بيه منذر لكباير، كان بيقول لك ايه، ما الاهلي خسر، اللي غششوه غلط، خسر الماتش المصري غششوه غلط. حتى اللي غششك غششك غلط. سقطه غريبه جدا حقيقي. ما غششك غلط. اتنين، ما فكرت انك بتقول مش صعب عليا ان انا العب النادي الاهلي واكسب، ما الاهلي قبل كده خسر في مباراه زي سان داونز،
خلال شهر مارس انت برضه غشيت غلط، غشيت من القديم، ما تعرفش ان الراجل بيطور من نفسه من يوم بعد يوم. الراجل لما اشتغل انت وانت في مصر كنت ايجابي اكتر ما انت كنت في معلش تونس. معلش اقف معاك في الحته دي يا كابتن عم، عشان في ناس كتير قوي بتقع في الفخ ده، ومنهم للاسف محللين كبار، يعني محللين مفترض ان ليهم باع طويل او شوط طويل، سي في محترم يعني في مجال التحليل والظهور في استوديوهات تحليليه. وفي ناس كتير جدا بتنسى قصه الرابط، الرابط انه مستوى فريق في مرحله معينه من الموسم ممكن يبقى متاثر بمرحله قبلها، وده اللي حصل مع الاهلي في مرحله دور المجموعات بعد عودته من كاس العالم. في ناس كتير قوي ما ربطتش بين حاله الاجهاد وانك انت تاخد اربع ماتشات من العدد الثقيل في بطوله زي بطوله كاس العالم وكان فيها سفر كتير جدا وترجع منها للهلال في السودان وترجع بعد كده لاسوان وبعد كده ترجع لجنوب افريقيا القطن قبلها، واصدروا حكم على انه مارسيل كولر لن ينجح، فشل في اداره الفتره دي في افريقيا، ومارسيل كولر مش المدرب اللي يعني يليق بالنادي الاهلي، ومارسيل في ناس قالت لك مارسيل كولر ما عندوش كور. في ناس كتير قوي بتقع في الفخ. هنقول حاجه بسيطه يا استاذ احمد، انت سهل قوي والله، صعب قوي، صعب قوي انك تعمل نطحة سحاب جدا، ان هي ما بتبنيش في يوم وليله. أيوة. سهل قوي انك تبني كوخ. هو الراجل اشتغل بمراحل معينه، اشتغل ستيب باي ستيب. احنا اللي احنا شايفينه ان الراجل اشتغل باسلوب اكثر من رائع، اللي شايف كولر من اول لما جه، وانا احد الناس اللي يعني بشهد له بده، الراجل عنده ثبات انفعالي، عارف امكانيات لعيبه، طور لعيبته في الاداء الفردي والجماعي، وده واضح على محمد هاني وعلى حمدي فتحي وعلى مروان عطيه. استفادة المحاضرات اللي بيديها للعيبة من الخطأ اللي حصل لمروان في مباراة المقاولين ما تكررش تاني. بقى هو رمانة الميزان اللي بتحسب تعمل الربط. أداؤه لمحمد عبد المنعم وأداؤه وكلامه للشناوي وأداؤه وكلامه لثقته اللي أنا بقول عليها، أنا جبت ياسر إبراهيم من التلاجة. جبت من التلاجة على الملعب. سخن سخن الموضوع منتهي، أنت بتتكلم في موضوع صعب. لفيرود أكثر من رائع اللي هو حمزة خابة. الراجل لما لعب مع النادي الاهلي هدف هدف خمس اهداف في بطوله افريقيا. اما جيت اتكلمت عن ان هو خامس الدوري، لا استبعدتها وقلت ايه ده اول افريقيا، جايب 17 هدف ودخل مرماه 3 اهداف. واما جيت اتكلمت عن النادي الاهلي قلت النادي الاهلي دخل مرماه 8 اهداف. واما جيت شرحت قلت دخل منهم 5 اهداف في جنوب افريقيا واثنين في مصر وهدف الهلال. اما لو دول ما دخلوش مع 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 الاخذ في الاعتبار حجم وقوه واسم منافسي الرجاء في مجموعته وحجم وقوة منافسي الأهلي في مجموعته. بالظبط كده، أنت في الوقت ده عملت حاجتين، اديت طعم معين لمنزل الكباير يشتغل بيه ونفذ بأسلوب معين هنا في مصر. فأنت كنت متأكد إنه هيلعب معاك بنفس الأسلوب هناك. أيوه. الراجل اداك الطعم ده وعمل الروتيشن اللي أنت مش متوقعه اللي هو ديانج وحمدي ومروان، ولعب بطريقة 4-5-1 وحسب اتجاه اللعبة يزيد تحت كهربا اللي هو مين؟ من ناحيه اليمين يبقى بيرستاو، لو من ناحيه الشمال يبقى حسين الشحات، وخلى الكثافه العدديه والاستحواذ داخل نص الملعب بالاداء، وعمل العكس. أي. بدل ما انا بحضر بمتولي ومحمد عبد المنعم، لا انا بحضر بمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم مان تو مان، راجل مان تو مان، ومحمد هاني وعلي معلول زياده لغايه نص الملعب بس، وبستعمل الهجمه المرتده ازاي انتقل من الدفاع للهجوم واستفيد من اي فرصه. لعبت في مصر بانصاف الفرص اللي جم، الاثنين دخلوا جون، محمد عبد المنعم من الكره الثابته في الزياده العدديه اللي هو قال له عليها اخر 5 دقائق. أيوة. والكره بتاعت مع انه لو بتتكلم على ماتش الرجاء تحديدا يعني الـ 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 القدرات الهجوميه او الفعاليه الهجوميه للنادي الاهلي في مواجهه الرجاء كانت اغلبها من المدافعين. انا عارف يعني اسيست الهدف الاول صناعه علي معلول باك شمال، من تسجيل لعبد المنعم، من التحضير من حسين الشحات، انا بتكلم على الصناعه والتسجيل. تمام. اثنين مدافعين باك شمال ومساك. الهدف الثاني تسجيل حمدي فتحي، الصناعه الوحيده طبعا بيرسي تاو. كلام سليم. العكس صحيح بقى، ما رحت ملعب المركب الخامس ايه اللي حصل؟ الراجل لعبك بطريقه هو كان متوقعها مستر كولر، لعبك ب 2-1-4-3، اي حد من النقاد اي حد من المحللين كان بيقول 4-3-3، لا الكلام مش مظبوط، ان هو طبيعي ان انا هلعب في 35 يارده ولا 40 يارده من نص الملعب ضاغط على النادي الاهلي، حتى انس الزنيتي كان بيزيد في ظهر اسماعيل المقدم ومروان هدهودي، وانت شغال كنت تلعب اثنين مساكين قدامهم رجيء اهولو، كهربا وسط ثلاثه، ونص الملعب بتلعب باربعه، عبد الاله المقدم وناحيه الشمال محمود بن تايك ومحمد زريده
اقوى لعيب في فرقه الرجاء اللي هو بيجي من الخلف، ومحمد مكعازي، ولعبت باطراف انسايد رايت وسترايكر صريح وانسايد ليفت، لعبت ب نوفال الزهيري ولعبت بحمزه خابه ولعبت بيوسف بازوق، ثبت اطراف الاهلي وامتلكت زمام نونو صلاح بالثلاثه اللي بيضموا على مروان، خلاص هتشتغل ازاي؟ الكلمه دي والله يا استاذ احمد انا قلتها هنا مع كابتن هاني رمزي، لو استعمل الطويل الاهلي الكسبان، وفعلا هو قالها في المحاضره بيقول وهو بعد المؤتمر الصحفي، انا لعبت وصلت ان هي تلعب الطويل سهلت الماموريه على لعيبه النادي الاهلي. خلاص انت عايز حاجه معينه، اما بعمل الكونتر اتاك بشتغل بحسين، لو عملت هجمه مرتده بشتغل بتاو، بشتغل بكهرباء لمده زمنيه معينه لارهاق خط الظهر عشان المعدل البدني لفرقه الرجاء يقل زي ما قال لي هنا في مصر، وانزل محمد شريف وادور على واحد يشتغل لي الحته دي، اشتغل على عبد القادر اللي هو انتهى منه حسين الشحات، واشتغل بطاهر بقوته اللي اشتغل اللي انتهى منه تاو، مجموعه حاجات الراجل هو اللي كان بيتحكم فيها. طيب كل ده في اطار قرايتك لقدرات كولر في التعامل مع المواجهات الصعبه طبعا. انا عايز اروح للعيبه شويه، وهنا وقبل ما اروح لماتش سوبر يعني طبعا هتكلم معاك على ماتش سوبر كتير، لكن عايز اعرف رايك في فكره الضغوط الذهنيه. الاهلي هيخوض او في خلال فتره اسبوعين او ثلاثه، خلال فتره 20 يوم بالظبط، الاهلي بيخوض ثلاث مواجهات متقسمين على خمس مباريات نوك اوتس. خدنا مباراتين في مواجهه الرجاء ماشي، وهناخد مباراه سوبر الجمعه مواجهه بيراميدز، ثم مباراتين رايح جاي الترجي التونسي. رايح جاي الترجي التونسي. هنا النوك اوتس بتختلف طبعا عن لما تلعب في دور مجموعات او لما تلعب في بطوله الدوري. فكره انك انت تاخد كلهم من العيار الثقيل طبعا، يعني الرجاء كان واحد من الفرق المرشحه انها تصل لنهائي البطوله. الترجي فريق ليه اعتباره وليه قدراته وعنده فريق عنده شخصيه البطل، وبيراميدز اعتقد انه يمكن يكون افضل فريق في مصر بعد النادي الاهلي لو كلمنا كوره يعني. وصل معانا نهائي كاس، مركزه في الدوري قريب شويه من المنافسه، فبالتالي انت عندك خمس مواجهات صعبه في خلال فتره قليله جدا وكلهم نوك اوتس. الضغط الذهني ده يعني ايه التعامل معاه ازاي؟ واللعيبه بتفكر فيه ازاي؟ لانه الناس ما بتحسبش ده، الناس بتشوف الموضوع بدنيا بس وتكتيكيا بس، لكن لا الناحيه الذهنيه دي. بص يا استاذ احمد، نمره واحد، في مجموعات بتتقال بطريقه مختلفه، في موضوع ملفات بتتقال بثلاث طرق. الطريقه الاولى كلام المدير الفني ومدير الكره للعيبه، خبرات اللعيبه وكبار الفرقه اللي موجودين رقم اثنين، ثلاثه ايجابيه الاداء بتاعت اللعيبه. نمره واحد هو هيتكلم معاهم انك انت كنت محتاج تحضر نفسك وتصحح وضعك من مباراه الرجاء رايح جاي. تمام. حققت جزء مظبوط. انت خلال الخمس ايام ولا الاربع ايام من رجوعك من مباراه الرجاء انت عندك نهائي من فصل واحد وصفاره واحده، بطوله هتحسم في خمس ايام، منها المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله زي ما بيقولوا، والبقره بتكر زي ما بيقولوا، المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله. هتلاقي نفسك بتفكر في الصعود لمرحله من فصل واحد من وجهه نظري على مشهدين، المشهد الاولاني في رادس لو هو، والمشهد الثاني في القاهره. ايوه. تجهيزك لده هو امكانيات واستيعاب لعيبتك. هم بشخصيتهم، بشخصيه المدير الفني والحديث ما بينهم، وجهات النظر انا عايز اعمل لنفسي اسم ككولر، واللعيبه عايزه تتوج نفسها لعدد المهرجانات اللي موجوده من كم البطولات للمعرض اللي موجود للنادي الاهلي. هتيجي تحسبها، في لعيبه جوه الفرقه خلال شهرين خدوا بطولتين سوبر وكاس، سوبر وكاس يعني اللي فات، وفي لعيبه ونفس بالظبط كده. هنرجع للي كان بيعمله مانويل جوزيه، وهنرجع للي عمله فايلر اول لما جه، ان انا بحقق تارجت معين لعدد مكاسب وبدون استقبال مرمايه اي اهداف واي خساره يعني. بالنسبه لي طيب تعالى، وانا بقى عايز اكلمك على الماتش ده تحديدا وعلى مقدمته طبعا شفتها ازاي، بس خلينا نستعرض تاريخ الاهلي الاول في مواجهات السوبر المصري. الاهلي طبعا عميد الانديه المصريه في تحقيق اللقب، زي ما هو عميد الانديه المصريه في كل الالقاب المحليه، دوري ماشي، كاس ماشي، دوري قاهره ماشي، يعني كل البطولات الحقيقه الاهلي مسيطر عليها بشكل كبير. نشوف تاريخ الاهلي في مواجهات السوبر مع حضراتكم. أكثر مدربي الأهلي تتويجا باللقب هو طبعا الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه برصيد أربع ألقاب سوبر، ثم في المركز الثاني كابتن حسام البدري برصيد ثلاث بطولات، ثم ريني فايلر السويسري طبعا
بطولة، كابتن عبد العزيز عبد الشافي بطولة، مارسيل كولر طبعا لسه محقق بطولة على حساب الزمالك المصري في الإمارات، وتوتال الألقاب أو إجمالي عدد الألقاب 12 لقب، وعدد الوصول لنهائي السوبر 17 مرة. يعني الأهلي توج ب 12 نسخة من أصل 17 شارك فيهم. الأكثر تحقيقا لنظافة الشباك في ماتشات السوبر كان محمد الشناوي، كلين شيت مرتين في 5 مباريات. أكبر فوز للأهلي في السوبر 3-2 على الزمالك وحققها مرتين. أهداف الأهلي في السوبر 20 هدف، واستقبلت شباكه 12 هدف. عدد مرات الفوز 9، التعادل 5، والهزيمة 2. وبالمناسبة الإمارات أو نسخة السوبر المصري في الإمارات الأهلي شارك فيها 5 مرات، فاز في 3 على ملعب هزاع بن زايد، وخسر مرتين، بس المرتين اللي خسرهم كانوا بركلات الترجيح. سوبر مصري جديد، قبل ما اروح له واتكلم في كورته وازاي المواجهه بين الاهلي وبيراميدز، ازاي شفت اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول، وازاي قريت انسحاب نادي الزمالك من المواجهه؟ افضل حاجه عملها النادي الاهلي ان هو عزل نفسه عن كل اللي بيتقال، ولا تصاريح ولا كولر ولا مجلس اداره ولا كابتن سيد، حد اتكلم عن الموضوع ده. احنا سافرنا في ميعادنا، تواجدنا في الامارات، احنا منتظرين اللي جاي جاي ايا كان، ايا كان الاسم اللي هيلعب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي مركز عشان يحقق بطوله، عارف لعيبته، مستحوذ على حاجه معينه، بيفكر باسلوب راقي، بيفكر بالاحترافيه، ان انا ما اخشش للسوشيال ميديا. اذا كان السوشيال ميديا كل واحد معاه تليفون بيقرا ايه اللي بيتكتب، وبيان وغيره واثنين وثلاثه والانسحاب. النادي الاهلي ما شافش غير ان انا رايح في معادي، احترمت البلد اللي انا رايحها، احترمت الاستاد اللي انا هلعب فيه، احترمت الجماهير اللي موجوده، احترمت الجماهير اللي موجوده في الامارات. انا متواجد، اتمرنت، جاهز ليوم الجمعه الساعه 10 في ملعب محمد بن زايد، واحترمت فرصه تحقيق لقب للنادي بتاعي. ما خلاص انت مش هتفكر في اي حاجه غير حاجه واحده بس، انا اي امور حواليا مش بفكر فيها. انا راجل عندي امكانيه، اسم كيان كبير بيعرف يعني ايه ويطبق يعني ايه الاحتراف. سافرت وسبت الاقاويل والمهاترات والكلمات والضغائن والاحقاد تستمر زي ما هي عايزه، وانا مكمل زي ما انا. انا بحب ماتشات الاهلي وبيراميدز، يعني بقى لنا كذا سيزون كده بحب ان جمهور الاهلي اغلبه بيستنى الماتش الاهلي وبيراميدز كويس، لكن كان نفسي بصراحه نلعب مع الزمالك. ليها طعم نفسي. تاني وليها شكل تاني يعني، بس في من ضمن الحاجات في التوقيت ده، يعني بص، في التوقيت ده كنت هترد عمليا بشكل تاني على السنه كتيره جدا. يمكن انسحبت، جات لك من عند ربنا الانسحاب، وفر عليك انك تروح تخسر حاجه تانية. بس في الحسابات والتركيز اللي كولر محوط بيه هو كابتن سيد حفيظ على لعيبته، ان انا لو رجعت بالذاكره في اوروبا، حصلت سنه 88 ان جه ضيف اتبعت له دعوه منتخب هولندا كان بيلعب للاتحاد السوفيتي وكسب، وهو ملوش نصيب ان يبقى متواجد في البطوله من اصل. احطها في حساباتي. ساعه ما تعرفنا كل العالم كله ومصر بالاخص عرفت يعني ايه رود خوليت ويعني ايه فان باستن لما كسبوا اتحاد سوفيتي في وجود ده سيف 2-0. اتعادت الكره بنفس المواصفات بدعوه، رغم ان انا مش محقق، مع فرقه الدنمارك. مظبوط. في 92 وخدوا يعني البطوله. وخدوا البطوله. في حساباتي بقى بس 88 هولندا بيتهيألي كانت مؤهله لل، لا ما تأهلتش، دي راحت مكان يوغوسلافيا في الوقت ده، راحت مكان يوغوسلافيا وكسبت 2-0 بالهدف الشهير اللي حطهم في مصر من عرضه الكورنر الفاينل، وقال لك فان باستن الفرود المرتقب وعمل الهدف العطاير في ده سيف الحارس العملاق للاتحاد السوفيتي قبل ما تبقى منتخب روسيا. كل ده كويس، بس احنا بنفهم الدروس كويس قوي وبنتعلم من المواقف، والخطأ ما بيتكررش. كولر بيمحي السلبيات ويشتغل على الايجابيات، الايجابيات بتاعت النادي الاهلي زادت قوي، وعدم السلبيات قل قوي، كمان لله سبحانه وتعالى. بس الراجل شغال عنده حاجتين. لا لسه، واحنا كمان مستنيين من عنده اكتر. يعني خلينا نتفق انه المشوار ناجح. انا لسه بقول لحضرتك انا اقدر ابني احنا كوخ كمان، بس ما اقدرش ابني ناحيه سحاب في يوم واحد. متفق واحده متفق معاك. اشتغلت باسلوب ناطحات السحاب اللي شغال عندي، الشناوي، ياسر، عبد المنعم، هاني، معلول، والقادمون من الخلف والقائمون على الارض حسين الشحات والو ديانج وكهربا ومروان عطيه، بص، وبيرستاو حمدي فتح احنا بنتكلم على كل واحد فيهم بيقوم بدور.
انت ممكن تقول هو النادي الاهلي ما هاجمش ليه؟ طب الاول بس قبل ما ادخل في طريقه اللعب والطريقه، لانه خد بالك برضو بيراميدز لسه شايل من الاهلي في كاس مصر، فطبعا يعني في هيستوري، في تاريخ. بس عايز اعرف الاول، الزمالك اصعب ولا بيراميدز اصعب من وجهه نظرك في التوقيت ده كوره؟ بيراميدز اصعب. يعني المباراه دي فنيا اصعب من ماتش الزمالك. الزمالك كان اسهل بالنسبه للاهلي. الزمالك عشان النادي الاهلي تملي، بيبقى فيه مشاحنات وفيه مشده، وتبقى انت قلقان، والماتش دي غير خارجه بره التوقعات. مين اللي بيبقى قلقان؟ مش احنا. لا مش بتكلم عن النادي الاهلي، بقول لك احنا بنتكلم عام. النادي الاهلي ما بيقلقش. ايوه. النادي الاهلي بيتعامل مع المباراه كل مباراه بشكلها وكل ملف على طريقه. بص الماتشين الوحيدين اللي قلقت منهم، يعني كنت عامل حسابهم وشايل همهم، هو ماتش الوداد في فاينل افريقيا السنه اللي فاتت، لان كنت حاسس ان الاهلي تعرض ل خليني اقول كمين، مش هقول حاجه يعني، كمين كده يعني مش على البال ولا على الخاطر، وماتش الريال مدريد في بطوله كاس عالم انديه. دول الماتشين اللي انا كنت قاعد قبل منهم قلقان، كنت خايف. رغم مجريات المباراه مشيت على هواك في ماتش ريال مدريد. طبعا طبعا طبعا، ماتش ريال مدريد احنا لو معانا شويه توفيق وشويه تركيز احنا كنت رحت في حته ثانيه، كنت ممكن رحت في حته ثانيه خالص. النهارده الاهلي لما بيلعب اتعودت خلاص، يعني خد بالك ده ما بيجيش كده عشان انا بحب الاهلي ولا بنت، انا شفت الاهلي وشفت الفرقه دي بتلعب فرق تقيله جدا، والهلال وبالميراس ومونتيري وبايرن ميونخ حتى اللي خسرنا منه 2-0 وسياتل وبتكسب وبتأدي العالم كله بيشيد، فبالتالي مش هخاف من مباراه مهما كان حجمها ومهما كان اسم المنافس فيها. بس هقول لك على حاجه يا استاذ احمد، انت ما اتكلمت على ماتش ريال مدريد بالذات، احنا هنتكلم بالذات. احترم حاجه ثانيه، انا بحترم كل خصوم النادي الاهلي. طبعا ما اختلفناش، انا روحي وادائي وفكري ان انا بحقق وبضيف للكم من المعرض من البطولات، ده ما اختلفناش عليه. بس انت ما حضرتك بتتكلم على ماتش ريال مدريد بالذات. ماتش ريال مدريد نسبه الاخطاء اللي كانت موجوده هي فجوات بسيطه، الراجل عالجها على المستوى دلوقتي من ساعه كاس العالم للانديه اتعالجت. ايوه. وابتدى يشتغل على الفرص اللي حضرتك بتقول التوفيق بتاعها لو كمل. صحيح. بقى دلوقتي بيشتغل انصاف فرص. اول اخطاء انت ممكن جدا يعني بخطا ساذج، انت كنت بتلعب 45 دقيقه مع الريال ند لند، والكره الاولانيه اللي احرزوا منها هدف كره ما بين عبد المنعم وكره بين متولي ومحمد هاني وديانج، متولي وديانج. لا دي هي الخط نفسه، هو عمل الشغل اللي ما بين الباك رايت والسيرد باك. متولي وهاني اللي هو الفجوه اللي قدامهم يعتبر الو ديانج. انا بتكلم على الميس باس اللي عمل هجمه اللي هي الرجوع الكره من ديانج بدماغه متولي. هي دي من ضمن الحاجات اللي الراجل عالجها. ما عدا ذلك انت كنت تحس ان المباراه الاهلي شرف. انت لو رحت بكره قفشه، لو رحت والاهلي قادر، يعني فكره انك انت كمشجع تبقى حاسس ان وانت قاعد تتفرج على فرقتك بتدعم ريال مدريد، انه يا جماعه احنا بنلعب جيم كبير قدام ريال مدريد، يا جماعه على فكره احنا جدا 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 ممكن نقدر. الاحساس ده لما يوصل للمشجع او لاغلب المشجعين، لا انت عندك فرقه واقفه على رجلها وبتلعب كوره. هو ده اللي انا عايزه بقى من لعيبه النادي الاهلي، من مكاني هنا في قناه النادي الاهلي، حط الناس كلها زي ريال مدريد، حط الناس كلها بالامكانيات اللي انت مركز عليها ايا كان الاسم، صغير او كبير. صغير هيحترمك بعد ما تخلص عليه من الشوط الاولاني، كبير برضه هتعامله بنفس احترامك ليه، وبتأدي باداء واقعي انك تخلص المباراه بدري. أي. احترام الراجل ولاعيبه النادي الاهلي لايا كان اسم الخصم ده شيء كويس جدا، واجبارك ليه انه يحترمك بادائك في الملعب انك تجيب جون واتنين. طيب خليني اسال معاك او اشوف معاك، غيابات الاهلي هل هي مؤثره، وخصوصا الغيابات الدفاعيه، بما انك طبعا مدافع ونجم خط ظهر النادي الاهلي، خليني اسالك ايه هو المازق اللي بيواجهه مارسيل كولر دفاعيا. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمرو الحديد. مش احنا بس يعني الفرقتين، يمكن يعني مش الاهلي بس يعني اللي بيعاني من غيابات، لكن حتى بيراميدز كمان بيعاني من غيابات بعض العناصر اللي تقدر تقول عليها اساسيه. يعني الاهلي عنده قائمه غيابات طويله عن المباراه، واهمهم يمكن في الناحيه الدفاعيه اكتر، يعني مهاجمينا اعتقد كلهم جاهزين مفيش مشكله، كهربا، بيرسيتاو، حسين الشحات، عبد القادر، طاهر، شريف، كلهم جاهزين. لكن نص الملعب الثاني في عندك بقى طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد من الاول، محمد ضوي كريستو برضو، عمرو السوليه، رامي ربيعه،
فبالتالي في غيابات الناحيه الثانيه اعتقد اسامه جلال علي جبر عبد الله السعيد علي جبر وكلهم برضو عناصر اساسيه مع الفريق. شايف الغيابات مؤثره في اي طرف عن الثاني؟ بص يمكن انا قلت لك يا استاذ احمد قبل كده وفره، ما بحبش اقول الكلمه دي برضو ثاني وبكررها في كل برنامج، ما بحبش اقول وفره بدلاء، وفره كم لعيبه النادي الاهلي او وفره عناصر النادي الاهلي موفرة للراجل الموضوع ده. يعني مثلا هنتكلم مثلا في حتة القلب، لو هو الراجل عايز يطمن على ياسر إبراهيم عشان مباراة الترجي عنده حلول، هو في حساباته ماتش الترجي برضو. انا لسه بقول لك، هو انت بتفكر في هنا وعينك على الملف التاني، بتفكر في حاجتين، انت جربت ومش قلقان منها. جربت قبل كده في مباراة الزمالك اديت خالد عبد الفتاح، لو انت لعبت فخر لقاي خالد عبد الفتاح عنده المكان الميزة دي، السرعات والتحكم والالتحام والمان تو مان. فكرت بالتحضير انك تبقى بتنقل الهجمه بالسليم عندك متولي مع وجود كفرنج موجود من حمدي فتحي او من مروان. لو فكرت في حاجه ان دول مش متواجدين، سهل قوي لاعب خالد عبد الفتاح بكره ودخل محمد هاني جوه، لعبها قبل كده كتير. الراجل في الماتش اللي فات اما ياسر اتعور حط حمدي فتحي في المكان، حط حمدي في المكان ده وقام نزل طاهر في نص الملعب. ايوه لغايه اما يغير خالد عبد الفتاح، عنده من الحلول عكس الجهه الثانيه. نضيف على ده انه بيراميدز في الماتش ده هيكون خطير، يعني فرقه مش باقي على حاجه، فرقه خسرانه بالزبط. الكاس قدام الاهلي، طلعت من الكونفدراليه برضو، فكره انه يعني مفيش لقب بعد كل التعب ده والسنين دي والاسماء دي والصرف ده، اللي احط في حساباتي ان انا يعني ما دخلوش الجيم من اوسع ابوابه، خلي الباب مقفول ولا حتى يبقى فيه بصيص نور من الباب ده. ان انا اكون ايجابي قوي وانهي المباراه. ليه؟ ماتش 2-1 بتاع الكاس خلص خلاص، هو خرج من الكونفدراليه. وبعدين دي تاني مواجهه بين باتشيكو ومارسيل كولر، ليها برضه اعتبارها يعني بعد مواجهه الكاس دي التانيه، الكاس 2-1 ودي التانيه. هو الراجل الثلاثه بتوع الدوري كان اعتقد تاكيز جونياس. بس وانا شغال هو باتشيكو انا مش باقي على حاجه، فهلعب باريحيه. لا ازاي يا كابتن عمرو؟ اختلف معاك بقى، ده اللي داخل ده جوه الناس. ده هو ممكن يبقى مهزوز جدا جدا، لانه خروجه من الكونفدراليه وخروجه من الكاس وخروجه من السوبر ان شاء الله لا يعني اعتقد بيبقى كارت كمان محروق، يعني ممكن يفكر بقى في فكره، وانت عارف هم بيغيروا سرعه التبديل. سرعه، فبالتالي هو عليه ضغط كبير جدا باتشيكو في الماتش ده. هو طبيعي كمدير فني ممكن في حساباته انه عارف ان التدوير جوه الجهاز الفني داخل نادي بيراميدز بيبقى باستمرار على طول، هتلاقيه باستمرار هو بيضخ الثقه للعيبته ان انا مش فارق معايا والعبوا باريحيه، انا مش عايزكم تبقوا مضغوطين والعبوا والعبوا والعبوا، مع ان هو من جواه بيبص بحاجتين، اامل بدرجه 90% ان انا اكسب. ايوه ولو خسرت انا ما كنتش عامل حساباتي، ما كنتش حاطط في حساباتي ان انا هلعب في اي وقت سوبر. انت جايبني من الدار للنار، رجعت من جنوب افريقيا في عدد ساعات كتيره وارهاق للعيبه، وفجاه قلت لي يلا العب، في ظل انك طلع منك تصريح لاحد اللعيبه اللي موجودين على احد القنوات قال لك ده مش هيطلع ومش هيسافر، وابتدت الدفه تروح لطلع الجيش وفيوتشر، وفجاه قال لك لا ده بيراميدز قال لك انا موافق. ملعوبه ملعوبه خلاص اتعلمنا. بص اقوى واحد اتعلمنا منه الحرب النفسيه موسيماني، كان احسن واحد يتعامل مع كولر ده. انا ما عنديش الملكه ان انا عندي امكانيات لعيبه بامكانيات لعيبه النادي الاهلي. أي. انا هحاول انظم صفوفي واشتغل بسان داونز على امكانيات الجباره الاسد افريقي. خلاص بقى الكلام ده يتقال لفرقه صغيره، فرقه ما عندهاش خبرات، فرقه ما عندهاش امكانيات وما عندهاش اسماء زي اللي موجوده. أي. في لعيبه النادي الاهلي. طب نرص طريقه التفكير والتشكيل في الفرقتين. نرص ابتدي بيراميدز كده، متوقع بيراميدز يواجه الاهلي بتشكيله عامله ازاي وطريقه لعبه عامله ازاي؟ بص هو تملي بيبدا ب 4-2-3-1، الاربعه بتوعه يعني هيبقى شيبي وهيبقى احمد سامي. ايوه وهو بقاله فتره، بقاله ماتشين بيدخل احمد فتحي مساك وبيلعب محمد، ما عندوش بقى، ما انت اسامه جلال وعلي جبر بره الحسابات، ومعاك ناحيه الليفت محمد حمدي في ظل ان هو كان في وقت من الاوقات بيستعمل احمد توفيق في الحاجات دي. ايوه وبيلاعب كمساك. في الوقت ده هم قال توفيق برضو عندهم في عصف في طبعا الملعب. طبعا بصراحه انت يعني بتتكلم في بقدر العب مساك يعني. اقدر تقدر تشكلني في كذا مكان. ايوه عندك توريه، بلاتي توريه في نص الملعب، كارتي وليد كارتي واحمد توفيق احمد ثابت عامل الربط ما بين الورق، وتوريه بالزيادات بالاختلاف مع وليد الكارتي. توريه وكارتي الاثنين مهم جدا توقفهم، لانه الاثنين الاثنين دول قلب بيراميدز النابض بصراحه يعني. 3-1 انت دلوقتي خدت واحد، لا انت دلوقتي 4-3.
4 3 عايز 3 كمان 3 كمان هتلاقي نفسك بتشتغل برمضان تمام. الاختلاف من قدام بقى مصطفى فتحي ناحيه اليمين اختلافك في العمق بقى، هل هو فخر لقاي او فخر الدين بن يوسف؟ هو بقى له فتره فخر لقاي. السرعات وانا مغمض كده كولر خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح يلعب على لقاي. خلاص بقى انت بتتكلم في واحد عنده سرعات وعنده قوه في الحته الدفاعيه وعنده التمركز كويس. عايز تحضر يبقى متولي. بس 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 برضه مش يعني انا على فكره معجب جدا بخالد عبد الفتاح وشايف انه مبشر جدا في اللي جاي يعني، لكن ما ظلموش في ماتش زي ده، ماتش بطوله اجيبه كده ايه يا استاذ احمد ولا ايه؟ ده انت جبت يعني خالد عبد الفتاح من سموحه ماتش الزمالك. ماتش الزمالك مساء. ده بس ماتش الاهلي وبيراميدز اصعب من الاهلي والزمالك. ماشي وده اول اختبار ليه عشان يعرف الناس ويقدم اوراق اعتماده. هو خلاص اتعود. تخيل ان الراجل اللي لعبه في مباراة مصر مع الرجاء هاف ليفت عشان يقلل الضغط على علي معلول. لعيبه قدام علي عشان يقلل الضغط. ما انت برضه هتفكر في ده ان مصطفى فتحي لازم يميل عليه حد. على علي معلول هيميل عليه مين؟ حمدي فتحي. حمدي عنده مصطفى فتحي هيبقى على هاني. لا بيلعب عند علي عشان يشتغل من جوه على المرمى. بيلعب انسايد رايت. تمام تمام. انسايد رايت رمضان هو اللي عند هاني بالظبط. رمضان ما يعرفش يجي ناحيه اليمين. الملعب لف معايا ما يعرفش يجي ناحيه اليمين عشان رمضان بيحب يشتغل من على الانسايد ليف بالدخول في العمق تحت الفراوده اللي هي موجوده في فرقه بيراميدز. مصطفى بيشتغل ناحيه اليمين وبيستعمل سرعاته والشيبي تملي بيغذيه على الخط. مصطفى ما بيستعمل الدخول لجوه اللي هي عكس علي معلول. الاشول يلعب يمين بالظبط كده. الاوقع يعني بالظبط زي ما انت بتشتغل بيرسي تاو ناحيه اليمين اشتغل بحسين الشحات على الشمال. مصطفى فتحي ورمضان صبحي فخر لقاي معاهم عبد المنعم وخالد عبد الفتاح تمام وهاني ومعلول تمام تمام. احنا بقى خدنا خط الظهر خلاص نص ملعبك بقى هتلعب 4 3 3 نفس الطريقه اللي لعبنا بيها ولا هترجع 4 2 هتلعب 4 1 4 1 كل 14 ده بيغير طريقه اللعب. بقى لي موسمين من ايام موسيماني نفس الاهلي يلعب 4 1 4 1 هو بيشتغل بمروان الربط ما بين خط الظهر ونص الملعب هيحط قدامه 4 الاربعه بقى بالاختلاف بقى تاو وبتتكلم في حسين وبتتكلم تاو يمين وحسين شمال ماشي وفي القلب وارد انك تقوم مغير وتقوم مدي عبد القادر وحسين تحتيه حسين اللي يبقى من جوه الاثنين يبقوا مع بعض في الملعب المشكله يبقى تاو مين حسين الواحد. عبد القادر مين الواحد اللي قلت انت اخترت مروان قدامه عبد تاو وعبد القادر وحسين ومين هنا الاختيار بقى حمدي هل عندك حمدي طبعا ما فيهاش كلام انت دلوقتي اهو الاربعه لا 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 الاربعه هم انت حاططهم خد بالك ديانج لما بتخلصه من الشوط الاولاني من الناحيه الدفاعيه شويه وبتدي له انه يزيد على فكره ديانج امكانياته الهجوميه كويسه جدا انت ما شفتش ده الا بعد غيار عمرو السوليه في مباراه الرجاء اما اشتغل ناحيه اليمين بالربط ما بين ديانج وهاني انا عارف هو بيزيد كويس قوي تحت الفرق هو بوكس تو بوكس نموذجي على فكره انت اهو هترجع للاربعه مروان اللي قدامهم الاربعه اللي قدامك بقى تاو حسين عبد القادر اسف حسين ديانج او حمدي كهربا الاختيار بقى هو مش هيلعب بالثلاثه زي ماتش الرجاء مش هيلعب بالثلاثه تاني انا هبقى عندي الكثافه العدديه داخل الروتيشن بتاع الجزء الامامي ان انا عندي مروان بيعرف يعمل الربط كويس قوي يعمل بالانس ما بين اليمين والشمال وحمدي او ديانج ممكن يبقى لا حمدي خلاص بقى المهام الهجوميه بقت رقم واحد في حسابات كولر حمدي هو المنفذ لامكانيات كولر في الحته الهجوميه اكتر من الو ديانج ومن عمرو السولية طيب هاجي لاحمد سامي واحمد فتحي احمد فتحي شايف الاول مين ممكن مين اللي هيسجل اهداف الاهلي ان شاء الله في المباراه؟ على المستوى الشخصي كهربا كهربا؟ ده انا لازم كهربا يعني؟ انا عايز كده يعني انت بتقول لي تمني انا بقول لك كهربا انا قلتها قبل كده كهربا بذكائه استعمل حاجتين في حياته استعمل فصل كهربا القديم اللي احنا ما نعرفوش اللي كان قبل كده موجود وجي كهربا الجديد ابو فولت عالي كهربا اللي مضيء باستمرار كهربا اللي لعب 13 مباراه ب 13 هدف كهربا اللي بيعرف يحب زمايله ويحب نفسه ويحب امكانياته الراجل ده وفر على الراجل انك تفكر ويبقى عندك صداع اسمه انا بفكر في الاسترايكر الصريح اللي من انصاف الفرص انا حليتها لك بص يا استاذ احمد اللي يجيب جون
الاولاني في مباراه الهلال تقول عليه مبدع. اه حقيقي. ما تقولش اي حاجه ثانيه. اه اه. مبدع. انا متفق معاك. التوقيفه. ده كلام الكابتن محمود الخطيب، الكلام الكبير اللي هي تاخدها من اعلى مستوى او الكابتن حمدي نوح. وترجع وتفكر وتستقر وتوجه بلونج باص بالاسلوب ده؟ لا، ده لعيب كبير وعارف امكانياته وعارف حساسيه امكانياته رغم البعد والمسافه الكبيره ان هو ما كانش موجود. دي حساسيه الهداف، حساسيه الموهوب، هو عنده الثلاث حاجات. فربنا يكرمه زي ما هو ماشي. جماهير النادي الاهلي والناس كتير علقت، طب انا قلت 70 و80 مليون، كل الناس نفسها ان كهربا هو حديث السوشيال ميديا والشارع المصري، يكمل ويرجع لنا بكاس السوبر من الامارات باذن الله. تتخيل سيناريو المباراه ازاي؟ يعني اعتقد طبعا انت لعبت، احنا كاهلي لعبنا مع بيراميدز باكتر من سيناريو. ايه السيناريو الامثل او الانسب لماتش الجمعه؟ وشايف ان هيبقى فيه تحفظ من الفرقتين، ولا الفرقتين هيبقى عندهم رغبه في الفوز واللعب جيم مفتوح من البدايات؟ في حاجتين. لو باتشيكو بلع الطعم اللي الكره سايبه على الهوا، اللي هو اضغط على النادي الاهلي زي الرجاء في مصر، خلاص انت عايز كده، هتضغط على النادي الاهلي من على الاطراف ومن العمق، مش هتدي مساحات النادي الاهلي يستحوذ. بعد 10 دقائق او ربع ساعه بالظبط، كولر بيغير طريقه اللعب بافراد داخل الملعب، بيخلي في توهان للفرقه الثانيه، وفي نفس الوقت الربع ساعه دي بيقرا مباراه اجواء فرقه بيراميدز بتحضر ازاي. احمد سامي واحمد فتحي حاجه، واحمد سامي واسامه جلال حاجه، واحمد سامي وعلي جبر حاجه. ايوه، واسامه جلال وعلي جبر حاجه ثانيه. بالظبط. انت طبعا في فرق بين التجانس. أيوه. ان انا بنلعب مع بعض، والاقلمه ان انا المان. في فرق بين مان بيمسك كمساك عشان اللي ورايا يحضر براحته، ودي بنشوفها في عبد المنعم وياسر ومحمد وخالد عبد الفتاح. لو الاثنين بيحضروا امكانياتهم هي هي مع اختلاف فرق السرعات، محمد عبد المنعم ومحمود متولي. هنا مثلا عند محمد عبد المنعم عنده الاكتف سريع شويه. أيوه. في بطء بسيط قوي عند محمود متولي. يمكن لبعد الماتشات مع الاستمراريه كل ده بيجي مع اللعب. ايوه. انت بتقيس ده، هتبص على مفاتيح لعب بيراميدز الجزء الهجومي اللي بعد نص الملعب اول لما يقابل مروان. هل هو في رمضان؟ واعتقد ان محمد هاني عنده من البال ما يكفي. لا من لا من جونيور وفينيسيوس والناس دي. عارف هو بيعمل ايه. في نفس الوقت علي معلول عارف المهام اللي توفر عليه. كل 10 دقايق اعمل هجمه عنتريه بالربط مع حسين الشحات، واعتقد كان ايجابي في مباراه الرجاء الوحيده اللي عمل فيها الاسيست حسين وحضرها، احرز منها محمد عبد المنعم الهدف. مين تعمل له حساب في فريق بيراميدز؟ مين تخاف منه؟ ابراهيم عادل. ابراهيم عادل انا قلت قبل كده مع حضرتك، شاب جريء، شاب جريء، لعيب جريء مش بيخاف رغم صغر سنه. في لعيبه الكوره استاذ احمد نوعين من اللعيبه، لعيب على المراحل بيقدم اوراق اعتماده، ولعيب شخصيته من الاول بتفرض سيطرتها في الملعب. هو من النوعيه دي، من نوعيه حسين الشحات، من نوعيه مروان، انك لو اديتني انا مكلف وانا عارف ادي كويس قوي. فهو المان في الحته دي تفرق. لو هو لعب تحت الفراوده اعتقد ان مروان هيعرف يقف دي كويس قوي. لو لعب فروت صريح يبقى باتشيكو وفر عليا ولاعيبته المان من البدايه، يا اما خده محمد عبد المنعم، يا اما خده خالد عبد الفتاح لو موجود. لو هو فروت صريح ولعب على حسابه فخر لقاي ولعب في نص الملعب تحت الفروت فخر الدين بن يوسف. صحيح. عشان بيجيد العب الهوا. بس انت بصيت كده كل الحاجات العرضيه اللي انت كنت بتستعملها لفخر الدين بن يوسف، الاطوال كلها قد بعض، اذا كان مصطفى مع علي ولا هاني مع رمضان ولا فخر الدين بن يوسف او فخر لقاي مع عبد المنعم ومتولي، الاطوال واحده. حتى في وجود وليد الكارتي، حتى في وجود احمد سامي، حتى في وجود احمد فتحي في الكور العرضيه اللي بتتعمل، انت في الوقت دوت المان والتماسك والمراقبه داخل الصندوق الراجل عاملها على اكمل وجه، وسلبياتها قلت بنسبه 80%. يعني ما عنديش شك ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدم افضل ما عنده، وخصوصا ان انا نفسي دايما في اي مناسبه بيحضر فيها اي مصريين واي اهلاويه يعني، او كانوا حتى غير اهلاويه بره الحدود في اي ملعب يعني من الدول الشقيقه اللي بتستضيف ماتشات سوبر في مصري، انه الناس دي تفرح وتتبسط. وان شاء الله باذن الله والمدرجات دلوقتي من حقنا يعني، اعتقد هنا بقى مش هيحصل زي ما حصل في الكاس، وان هناك الدنيا هتبقى منظمه اكتر، واعتقد انه جماهير النادي الاهلي هتملى الملعب ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه. وباذن الله لما اقابلكم في حلقه جديده من السادسه يوم السبت، واحنا بنبدا الاسبوع اللي جاي وبنستعد لمواجهه صعبه جدا قدام الترجي، نكون بنحتفل بلقب سوبر جديد.
ان شاء الله باذن الله نبارك لبعض قريب زي ما تعودنا دايما. هنرجع ان شاء الله في الحلقه اللي جايه ونقول ان النادي الاهلي قادر يستوعب كل المهاترات اللي بتحصل دي، هو مش شايفها وعارف هو بيعمل ايه. النص الاحمر ما عندوش مشكله ولا في دماغنا بالظبط. نورت الدنيا يا كابتن عمرو. شكرا على وجودك معانا. شكرا، انا مبسوط مع حضرتك. شكرا ليكم على المتابعه ودايما على كل خدمه. نتقابل في السادسه، تحياتي ليكم.